والمقاصة يوم القيامة. رب العالمين يقول إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ما في شيء يا إخواني بيضيع أبدا، ما في شيء، حتى البهائم. النبي يذكر أن الشاة الجلحة تقتص من الشاة القرنة اللي انطحتها، ها؟ ثم يقول الله لهم بعد ذلك كونوا ترابا. فلا بد يا إخواني من اقتصاص في المظالم.